وما العيد في مأربة إلا سوق كبير أو هكذا يبدو، حيث تشهد المدينة حركة تجارية غير مسبوقة وإقبالا مكثفا للسكان هنا لاقتناء مستلزمات العيد على الرغم من استمرار ارتفاع الأسعار مع اقتراب عيد الفطر. يرى محمد وغيره الكثير أن ثمة فرصة للفرح وإسعاد الأطفال، وإن بدت ناقصة نتيجة موجة غلاء السلع التجارية وما يقابلها من انخفاض في القدرة الشرائية وانعدام في جودة السلع. حقيقة الاستعداد للعيد واحتياجاته هذه مغامرة كبيرة جدا أقدمنا عليها، يعني أصبح نخطط لها بصعوبة بالغة ونضع لها ميزانية قد ربما تأخذ من احتياجاتنا الأساسية أمام فرحة أبنائنا وأولادنا. مرغمين على شراء بعض السلع خاصة مع ارتفاع أسعارها، يرافق ذلك عدم وجود رقابة من الجهات أو السلطة المحلية أو الجهات الرقابية الموجودة في الدولة هنا على التجار ورجال المال والأعمال. هكذا بدت مأرب وهي تستقبل مناسبة جديدة، حيث انتشرت فيها الأسواق الكبيرة في وقت تكتظ المدينة بمئات الآلاف من الناس لتزداد فيها حالة العرض والطلب خصوصا في المناسبات، إذ يعدها التجار موسما للربح. يعتبر الإقبال عندنا إقبال يعني قوي جدا رغم الظروف الاقتصادية التي يعانيها المستهلك والشحات الأموال وعدم القدرة الشرائية، إلا أن الإقبال ما زال يعني يرتفع يوما بعد يوم. بالنظر إلى واقع الناس هنا وانخفاض قدرتهم الشرائية، قفزت معها المستلزمات العيدية إلى أعلى مستوى خلال الثلاثة الأعوام الماضية، وضع تزايدت معه مطالبات المواطنين للجهات المعنية بتفعيل الدور الرقابي كمحاولة لخلق حالة توازن بين أسعار المنتجات وقدرتهم الشرائية. بالكاد يتدبر الناس هنا احتياجاتهم الأساسية في ظل وضع معيشي يزداد تدهورا بسبب انخفاض القدرة الشرائية وتفاوت أسعار المنتجات في أسواق المدينة، وبين هذا وذاك تغيب الرقابة لتصبح القدرة على إحياء المناسبات وتلبية احتياجاتها تحديا يعجز الكثيرون عن اجتيازه، خصوصا القادمين إلى محافظة مأرب للتسوق والإقامة. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.